كلنا نعرف بأن الحرب الظالمة التي مرت على هذا البلد خلفت الكثير من الإعاقات الجسدية، من الشلل النصفي، شلل سفلي، شلل رباعي، وأحيانا أطراف مبتورة بالكامل. يعني صحيح أن الجهود اليوم كلها متجهة باتجاه واحد، هو الإعمار، إعمار البلد ودفع عجلة الإنتاج، لكن الجانب الإنساني يجب أن لا يغيب عن بالنا. هذه الكرسي تخفف من معاناة الكثير، يمكن قيادتها يدويا للمصابين بالشلل السفلي، شلل الأطراف السفلية تقال يدويا بعصا قيادي بحركة من اليد. الإخوة المعوقين المصابين بشلل رباعي أو مبتوري الأطراف فيمكن قيادتها بإشارة من الرأس عن طريق طقية خاصة، هذا الطقية يلبسها السائق وترسل إشارات إلى إطار يحيط بالرأس كما سنرى الآن. تعالي نقرب شوي لقدام. هذا الإطار يتلقى الإشارات الصادرة من طقية خاصة ويرسلها أوامر إلى درات كهرباء بحركة المحركات. استغرق العمل بهذه الكرسي سنة كاملة تقريبا بشكل غير متواصل، طبعا هون في محل وفي شغل، وكثير من النماذج كنا نلغيها، يعني بعد نتعب بتصنيعها يتبين أنها لا تفي بالغرض نلغيها ونبدأ من الصفر من جديد. الاختراع يقدم خدمة للإخوة المعوقين والمصابين بالشلل النصفي والمصابين بالشلل الرباعي وجرح الحرب، خاصة مبتوري الأطراف أيضا يمكن قيادتها بسهولة كما شاهدنا. هذا كرسي للمعوقين تصعد الأدراج، تعمل على التيار المستمر 24 فولت، يعني بطاريتين سيارة موصلة على التسلسل بالواحد، فيها أربعة محركات كهربائية، فيها أربع مجموعات من العجلات، كل مجموعة ثلاث عجلات. لاحظ هنا استعرت عجلي من العجلات لتوظيفها في كرسي الشلل الرباعي. أثناء السير على الأرض المستوي كل عجلة تدور حول محورها، فنلاحظ أن الكرسي تسير على العجلات السفلية، وعندما تصادف أمامها عائق، حافة رصيف أو درج، تبدأ هذه العجلات بالانقلاب حول المحور المار من مركز المجموعة، يعني تصعد بالشكل هذا. بعد أن تنتهي من صعود الدرج تسير بالطريقة العادية دون أي تدخل من السائق، يعني تبرمج نفسها تلقائيا. هو عبارة عن تحفة نادرة في البلد. نحن إذا كان عندنا أجهزة وأدوات منقوم بتصميم آلاتنا واختراعاتنا، منلاحظ أنه الأخ أجود بيصنعها بطريقة يدوية وتمتاز بالدقة والإتقان كما الآلي الدقيقة. يعني هي ميزة موجودة عند الأستاذ أجود، مو موجودة عند الآخرين. ممكن بالعالم في اختراعات، بس هون على مستوى المنطقة متقدم جدا، ومن الطليعة يعني أعتبر من الأوائل، يعني بتلاقي بيفكر بحاجة للإنسان، يعني مثلا للإعاقة هذه حاجة ضرورية وكثير هامة، فهو بيفكر بألم الناس وبحاجة الناس. دعم الهام في هذا المجال هو الدعم المادي كما نعرف، الدعم المادي غير موجود في الحقيقة. نحن نقدر الظروف ونعرف الوضع التي تمر فيه البلد، أما نأمل في المستقبل أن يكون هناك دعم فعال. بس بشكل عام هذه الكرسي بمواصفاتها الفنية الكاملة هي أرخص من الكرسي العادية الكهربائية المستوردة من الخارج، مع أنها تقدم خدمات أكثر وفيها ميزات فنية.